السلام عليكم، ان شاء الله نتمنى تكونوا بألف خير. جبتكم واحد الفكره، واحد ديكور بسيط ديري فيه لو بانسو ديال المكياج بمختلف الاشكال ديالها. هذه الفكره سيدتي تقدري تحضريها في البيت في ساعه ما كاملاش، لان فيها مواد بسيطه جدا وكتجي راقيه. كنحتاجوا واحد الكاس بحال باز صغير بحال هكذا، كاس ديال الزاج هكا تكون شفاف. وكنحتاجوا ايضا اللصاق لهاد اللصقه هادي، وايضا العقيق اللي عندك في الدار اللي متوفر. هذا كيتباع عند مول صحاب ديكور، هذا كيكون عقيق رقيق بحال الرمله فيها الالوان. انا اختيت هاد الغوز هذا، وايضا لي بير اللي بغيتي نتيا، لي بير العقيق داك الكافيار اللي عجبك خديه وزوقي به. هاد الكاس اشياء بسيطه جدا، نحصل على واحد ديكور راقي نديرو فيه لي بانسو نديرو فيه. اذا كنجيبو هادو لصقتهم هنايا بالكولا، درت انا هاد السانت، تقدروا ديروا داتا اللي بغيتو. من بعد من تكملوا نضفوه بداك الماء ديال الزاج، هاد كتبقى شويه الكولا من هنا ومن هنا، نضفوه مزيان من جميع الجوانب. صافي، وها هو الكاس عندنا واجد. كتكبوا فيه ديك الرمله ملونه، هذاك بحال العقيق كيتباع عند صحاب الديكورات. بالنسبه للزواق سيدتي ديري الزواق اللي عجبك، ديري لي بير مثلا لو تور ديال الفم ديال الفاز، ديريه على شكل طولي، ديريه اللي بغيتو، ديروا الزواق اللي عجبكم. انا كنعطيكم الفكره وانتم ديروا اللي بغيتو. انا درت هاد الزواقه هادي ديال لي بير، دونك كنديو ديك الرمله كنديرها داك الكاس. سهله مهله، ديكور بسيط وراقي، ديري في الكوافوس في بيت النعاس باش ما تبقايش تقلبي على لي بانسو ديال الماكياج. ديرهم هنايا، ديرهم بحال هاد الشكل، يجي منظر راقي وزوين وجميل. هاد الفكره درتها، بغيت نتقاسمها معكم بحال هكذا. كنصطفوهم كاملين في هاد الكاس هذا، في هاد الفاز. هانتوما كيجي منظر زوين، هانتوما تقدروا تبدلوا الزواقه. كاين اللي كيبغي يدير ديك العلامه التجاريه، راهم مشهورين علامات تجاريه، كاين بزاف كتقطعو ملان في البيسي لامبريمونت، تقطعيهم ديك العلامه التجاريه كتزوقيها بلي بيرل ولا بالكافيار ولا بالموزونا ولا كاين اشكال. تقدري ديري السميه ديالك او السميه ديال البنت ديالك ولا اللي بغيتو اللي عجبكم. كاين عده اشكال، كنزوقوها هكدا في الكوافوز، كيكونو لي بانسو باينين واضحين. المهم كيجي شكل راقي. بغيت غير نقاسم معكم هاد الفكرة البسيطة والجميلة. نتمنى تعجبكم هاد الفكرة هادي، وتشاركوني آراء ديالكم. وإلى اللقاء بحول الله.